فايت انا كنت خايف ينقذ كتير. لك عم بحلم انا انه فليت وعم شوف عائلتي وحيات الله. شو رجعت وعيت بنص الليل قلت لا بعدني بالاكاديمي. رجعت نمت رجعت وعيت شفت وجهها صغيره ما تعمليها فيي كنت انجلطت يا ماما. ما انا ما كنت بدي اجي بس قالوا لي قلت لهم خايف ينقذ. بتعرف اجيك يا بيبي فوت بليار ايه انا نفسي انه نحن خريجين نتوركس ايه ما حدا بيطلع راس مع خيك الايضا بالبليار. بيانو انا بعدني عم بتعلم انا ما هيك هلا هون عم بيبعثوا لنا باد انا ليش حلوين فلان لك شو حلوه شفتي هيك بتحسوا بالعيد بس انبسطت انه بدهم يدهروكم هيك انا بتعرف بس تكون على المسرح وما بتسمع مزبوط وقتها انا بعمل ايه هلا ايه خايب تغيروا اي متى هيدي اي نهار بس بعرف مبدئيا بنص الجمعه نكست ويك يعني جود تحية لمدام رولا برافو عن جد مدام رولا بس ليك شفت هيدي لائحة الشهداء هون شفتوا المهم كل ما واحد حرام ليك كلهم ذا استاذ عن جد بليدني مامي ايه نكتب له هذا نصيف زيتور بجننوا كل واحد عنده كاركتر نصيف حبيبي كيفك نصيف كيفك يا قلبي فيقت عليكم عليك. كل واحد عنده شخصية وعنده صوته لإله عليك عليك مايك ليش حلوة هتريا لا شو حلوين وندفل دايما بصير ابا انا ما عم بعرف اكزاكتلي من شو معمولة بدك تفوت توعي البنات ضحك عليهم لا ماما حرام واعيين هن بس بتضحك عم بتجمعوا الي عين يلا فوت يلا بينقذوا هلا خليه ينقذوا طيب هلا بصير يعمل هيك او ماي جاد شفت رانيا امبارح بالحمام شو طيبه هون بتقعدوا مثل الشحاتين اسمع حبيبتي كيفك صباح بتجنني ميرسي يا ادوراب ميرسي ربي طبني مبروك بسطت لي كثير انا مبروك هيدي الزهرة فحول هي طيب كثير ثانكيو سو ماتش مبروك جد بكير انا بعتذر بس ما قدروا يفوتوني الا هلا كيفك يا حلوة انت؟ هيدي نعومة هيدي نعومة هي وعدتني نتخذ مش انا بعيت وشفتها وعدتني هي بتقول لي بابا شو مبسوطة فيكم يا الله مين بقى بس انتوا بنات؟ ايه زينة زنون كيفك حبيبتي يا قلبي كيفك؟ شو هالصوت الحلو هيك؟ شو هالحلو هيدا؟ كثير عن جد مبسوطة فيكم مش مصدقة مش مصدقة في دعوة بعيونها ماما مين انا؟ لا انا انا كمان عم بدمعه شو هلا عم تفتكر صدقني مين باقي مبسوطه فيهم روق شو انت بشوفك ليل ونهار عم شوفك ما هن ما شو صار معنا بالتي في ما بالتي في شو بدكم تعالوا نتفع الاوضه مالي حتى لو تفتكر بس عيب يعني تفوتونا عادي ما علي عندي بنت انا مكركبه هيك كيف حلو هالمطرح مش احلى من البيت البيت طنط شو رايك؟ ايه البنات غير شي كوكات بيبقوا زينة كثير مهضومة هالأوضة ما عليك دونت وري دونت وري أنا جيت بكير ما عليك كثير حلوة الأوضة هلا وين مين بنام وين؟ ميرال وين؟ ميرال على الدب الكبير أنا دايما بسأل لمين هالدب الكبير هيدا؟ في واحد بيبقى هيك مفتوح دايما بسأل ايه هيك على طول بصير اطلع اسم الله اسم الله هيدا مستسلم هيدا انا عايزه اخذ لي نص التخت يا خزي العين ايه رحمة عند طارق كلهم عندهم لا مرتب ما تخافي دونت وري انا جيت بكير حق علي انا مهم جيتي مش فارقة معي طيب طيب شو مهضومة هالأوضة يا جيتكم يا ريت فيني اقعد معكم نام الليلة على النار اهلين طنط نام الليلة اي وقت يا ريت
والله يا جيران انا هاد مش حطوني ارجع مش حطوني كثير بتعرف بتحب كارينا كثير كيف انا مش بشبه ماما كثير اختها كثير بتشبهها والله انا ما بشبهها مين بيشبهها مين؟ بنتك هلا هي احلى مني بعد كارينا او لا كارينا كثير بتعرفي كارينا؟ بنعرفها اوكي لا ما عم تجي لهون تجي لارا سلمي عليها قولي لها انا شبه انا بقول لها خلص صوتك كثير وانت صوتك حلو كثير يا حبيبي باسل كيفك؟ يا الله جيت بكير انا صباح النور يوم السبت يا الله شو حلو هالمكان بعد النايمين بدي افرجيك الشغل عن جد اتس وندرفول داي اليوم مبسوطة انا انا مش مصدق انا عم بمشي هيك بس خايفة لينقز انا ينقز كثير بتخاف يعني عن النقزة نقزتيني عن جد يعني مش عارفة كيف بدي بس ما اكيد مبسوطة هون بيقعدوا مثل الشحادين ابني للتي في للتليفون اكثر حر واحد ايه بعرف ايه مبشوفه مبشوفه ايه هو عمه اهم اوضه عنده طب بتعرف سكرتك انا كنت بعدها نايمه واعي وكنت عم بحلم كمان ايه هيك فكرت دكتوره جورج جات عني ابره عم يعمل مين دكتوره دكتوره بتجي لعندك دكتوره جورج اجت تخلعنا ابره عم تعمل ابره يلا يا حضر اجي هيك انا نزل هيك بس تعبت انت كيف عطى عينك انت؟ سهران خياتنا ريان لا بلاش مزيد انا وشي فتح عيوني عملت هيك ريان مامي ريان مش معقول خيف ينقز انا مش معقول حياتي ماما شو عملت ما هذا؟ خفت لا بتعرفي شبح يعني كيف ما بدي احكي بده ينقز ما في حل نقزت ما بعرف ما بتذكر ما بتذكر تعال تعال افرجيكي تعال ماما ريان ميرسي لها اي تيك بلاك كوفي بس ما عليك جست بلاك اي نو شوجر ثانك يو ليكي بعد شي ميك اب على وجهي انا بلا مامي طيب طيب يا الله نيالكم حلو حلو القعده هون كثير ضلي يعني قعده وانا اذا فيك تضلي شو حلو لا حلو القعده مهم انه تحبوا بعضكم اهم شيء كثير بنحبكم كلكم رايحين هيدا هيدي لعبة ورايحين كلكم هيك من بعد ما تروحوا على البيوت بتضلكم اصحاب شفتي؟ قبل ما بس انه شفتي شو بنحب بعض في ضغط انا بفهم انه في ضغط نفسي شيء نورمال بس يقعدوا كلهم فرد مطرح ما قادرين يظهروا شيء نورمال بس اخر شيء النهاية يعني لازم تضلكم تحبوا بعض اكيد اهم شيء عن جد لانه كلها هيدي اتس ا جيم ات ذا اند وكلكم يعني حتى اذا طلع واحد قبل الثاني يعني مجرد فتوا على البروجرام على البروجرام انه يور ستار قد ايه قدم؟ صح قدم كثير اكيد يعني مجرد كيف ما جابوا منه كان بدهم يدشوا هيدا مريض هو بيقول هيك كثير كثير بنحب بعض انا رحمه كثير كثير يا حرام طلبيتي يا تعال شوف هذا استوديو صغير مهضوم ما ما كثير شغل هون هون ببهدلون وين استاذ اسامه ببهدل فيكم جوا جوا لا هون هيدا اكيد شفتي هذا ايه كل يوم مامي على التي في انا شو اكيد شفتي هذا استوديو صغير حلو بس ليكي بس تشوفيها من برا ببين غير شيء بتشوفي كل اوضه مضبوط بس از هول ما بشوف فيهم مش مبينه هيك بس اتس ويل هيتد شوب مدورين اشوي بس احسن يعني كرمالنا نحن ايه مظبوط تدفو كيف رايك بالميكرو؟ كل يوم هذا بيعلق فينا زي عجوة هون ما شو بيبهدلون من مدام ميري من هون تبهدول معلي هيك اذا ما تبهدلتوا ما بتوصلوا عن جد صدقوني استاذ اسامة هيك بس انا ريان طاح طاح عن جد يعني اذا ما تبهدلتوا ما بتوصلوا لان بيتعلم من اغلاطه الانسان حتى لو انقهر وزعل بشوف اوقات ريان كثير معصب بس من جهه يعني انه بتفيدك صدقني بعرف لو وقت النومينيشن قالوا لي انه ما انا ما عم تنيح وهيك بتعرفي قد ايه دفشتني؟ عم تشوفيني قد ايه عم اتمرن؟ بعرف وحياة الله كل يوم مع بكره العشيه وعم تنيح بالبرايم الواحد اذا ما تراجع ما بيتقدم حبيتي البرايم؟ كثير كتير. كل جمعة زينب بتجنن كانت كمان كثير حلوة غنيتها ايه عم بغنينا كلهم كلكم بتجننوا عن جد اذا ما تراجع ما بيتقدم انا بس كنت عمري شي 13 هيك 13 كنت جاي من تخبرك يعني على اجل هالخبريه اذا ما رجعتي لورا ما بتتقدمي اذا ما انقهرتي ما بتوصلي كنت جاي من مدرسه فرنسويه برا كنا بالسنغال ورحت على غامبيا وهونيك بريتش كولوني عرفتي مدرسه انجليزيه يعني من الفرنش للانجليش دغري فمش معوده انا على الانجليش وهيدا سنتي ما نجحتها على اربع نقاط سقطت صف يعني كان جي سي اي بيقولوا له او ليفلز
ما نجحت على 4 نقاط نهرت كتير. سنة البعدها صدقيني أخذت منحة سكولرشيب. قد ما انقهرت قد ما انقهرت انه ليه انه انا بدي هيدا سنة البعدها أخذت سكولرشيب ضليتني يعني شي 4 صفوف ولا دولار دفع أهلي. أخذت سكولرشيب ليه لأن انقهرت انه ليه ما نجحت اشتغلت كتير يعني مع انه يعني مش ذنبي بس الإنسان عن جد يي حبيبي شكري كيفك مبروك مبروك ربنا يخليك مبروك انبسطت لا حلو شو كيف ما كنت حلوين كلكم حلوين حلوين كثير كلكم اسم الله يا الله شو مبسوطه فيكم شوف امي شو حلوه خطر